تبدو متطلعة نحو الحياة متفائلة بمستقبل أفضل. يطغى الهم اليومي على ما سواه، لكن الصور المنتشرة للمرشحين في كل مكان تجعلك تحفظ ملامح الوجوه وتقرأ الشعارات الانتخابية. فقد تكون فترة الحملات الانتخابية هي الفرصة الوحيدة لمشاهدة صور هؤلاء قبل أن يغيبوا داخل غرف مجلس الشعب. هذا هو لسان حال السوريين الذين جربوا المجلس السابق وقبله الكثير من المجالس. طبعا بدي انتخب لسوريا بلدي، لأن سوريا بحبها تكون بالقمم. رح ننتخب، بس يعني ثقتنا ما هالقوي بالمجلس الماضي، ما هالقوي، لانه احنا ما صار مطالبنا ما تحققت. ما شفنا واحد منهم نازل على الشارع، بس نشوف هدول اللي معطينهم المصاري عم يلزقوا بهالصور بالشوارع وما في اكثر من هيك يعني. لكن الفترة الحالية تبدو مختلفة عما سواها، فهناك الكثير من الدوافع التي تقود السوريين إلى صناديق الاقتراع. أولها الرد على النماذج المتطرفة للحكم التي قدمتها الجماعات الإرهابية في بعض مناطق سيطرتها، وثانيا الرد على النموذج التابع المرتبط الذي تقدمه بعض المعارضة لمستقبل سوريا، وثالثا تأكيد السوريين على استمرارية مؤسساتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كلها أمور تدفع السوريين للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، رغم ملاحظاتهم الكثيرة على أداء أعضاء مجلس الشعب السابق. نحن اليوم عم نقوم بالانتخابات، ونتمنى من كل أعضاء المجلس الشعب الجدد يحاولوا قدر الإمكان بإصلاح المشاكل. رغم الأزمة اللي نحن عايشينها اليوم، لازم هن كمان يتأقلموا هذا الشيء ويحاولوا إيجاد الحل لكل مشاكلنا نحن الموجودين. لهيك نحن راح نقوم بالانتخابات. نحن بدنا سوريا تكون منتصرة ومزدهرة يعني، وبدنا نشارك بالانتخابات مشان ما نلبي طلب الغرب والمعارضة، لأن سوريا ما في أحلى منها. سوريا السلام، وسوريا المحبة، وسوريا التضامن يعني، وكل الطوائف بتحب بعضها. عملونا عم نعمل حرب طائفية وهو كذب هالحكي. تجسد الحملات الانتخابية اليوم دليلا على رغبة السوريين في تطبيق اسلوب الحياة الذي يناسبهم وينبع من عاداتهم وتقاليدهم، بعيدا عن كل الافكار المنحرفة التي اتى بها الارهاب، وبعيدا عن مشاريع بعض الدول التي يعتقد السوريون انها لا تهدف الى استبدال نظام الحكم فقط، وانما نظام الحياة والثقافة بنظام وثقافة أخرى تخلو منها مقومات السيادة والاستقلال والفكر المقاوم. الأعزاء المشاهدون، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من بعد التي نغطي فيها الانتخابات السورية. وكما شاهدنا في التقرير، فإن ما يريده السوريون من مجلس الشعب بات معروفا، وعلى رأسه الاستقرار والاقتصاد ومعالجة ملفات وتداعيات الحرب التي لن تنتهي بعد. ولكن ما الذي يستطيع المرشحون تقديمه؟ هل ما يطرحونه هو مجرد شعارات، أم أن باستطاعتهم أن يقدموا ما لم يستطع المجلس السابق تقديمه؟ ومن هم المرشحون؟ ما هي خلفياتهم وبرامجهم؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال اللقاء مع عدد من المرشحين لمجلس الشعب السوري. نبدأ مع إحدى المرشحات التي تمثل نموذجا للنساء السوريات اللواتي قدمنا في الأزمة أغلى ما يملكنا، وكنا جنبا إلى جنب مع الرجل في الدفاع عن وحدة سوريا وسلامة أراضيها. نرحب طبعا بالسيدة جانسيت غازان، مرشحة مجلس الشعب السوري عن جولان وعن محافظة القميطرة. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير، صباح سوريا، سوريا المنتصرة دائما. أهلا وسهلا. يعني يتبادر للذهن سيدة يعني جانسيت، وأنت يعني نعرف أن لديك قصة وقدمت تضحيات خلال هذه الأزمة، قدمت يعني ابنك شهيد كان في دفاع عن سوريا، يعني هل هذا الأمر كان وراء ترشحك إلى مجلس الشعب؟ ما هي دوافعك للترشح، و يعني ما الذي تريدين تحقيقه من خلال الوصول إلى مجلس الشعب؟ بداية الرحمة لشهداء الوطن والشفاء العاجل لجرحى الجيش العربي السوري. طبعا ما كان عندي ببداية الأمر ب 2011 لما بلشت الحرب على سوريا، ما كان عنا بهذاك الوقت، كان بلشنا بالدفاع عن الوطن كأمهات وكسيدات،
نزلنا على الساحات، اعتصمنا بالساحات اعتراضا على كتير قرارات كانت مجحفة بحق سوريا، ولكن استمرينا بهالطريق اللي نحن كلنا كلياتنا سيدات عاملات وسيدات ربات منازل، ولكن وجعنا وخوفنا على الوطن استدعى انه نحن نكون بالساحات. طبعا المرأة هي نصف المجتمع بكل مجتمع، ولكن نحن بسوريا تبين بهي الأزمة وبهي الحرب الكبيرة اللي شنوها كل دول العالم على سوريا، حسيت انه تقريبا 3/4 المجتمع، وإذا بدنا نقول كل المجتمع لأنه هي الأم هي اللي ربت هذا المقاتل يلي لما حس وطنه بخطر فورا حمل سلاحه وواجه الأعداء وواجه الإرهاب. فطبعا نحن كسيدات وكأمهات وخاصة بالنسبة لإلي كسيدة وكامرأة جولانية أم جولانية تعرضت بسنة 67 لنزوح من محافظتها لمدينة دمشق مدينة الياسمين، حسيت في رجعت سنيني كلياتها لورا لسنة 67، حسيت بألم اللي تهجروا من محافظاتهم، حسيت بألم اللي فقدوا أولادهم اللي استشهدوا أولادهم، فحسينا أنه نحن علينا دور كتير كبير كامرأة نكون فعالين على الأرض. بكل دول العالم لما بيصير فيها حروب أو بيصير فيها كوارث طبيعية المرأة لها دور كبير، ولو أنه بدها تعمل شال وتحطه برقبة جندي، ولو أنه بدها تخبز خبزة وتطعميها لناس تعرضوا لها للجوع. فالحمد لله نحن ببلدنا مع كل هالحرب الكبيرة اللي صارت ما تعرضنا، مع أنه أكبر حرب تشن على بلد، ولكن ما تعرضنا لا لجوع ولا هالأمور اللي بتصير بالحروب الكبيرة والعالمية. بالنسبة لترشيحي لمجلس الشعب، أنا كنت لما بلشت بالشغل أنا بسن لا يسمح لي ولا عندي مؤهلات الجامعية لحتى، ولا كان هدفي أبداً أي مركز بالسلطة بالحكومة قطعاً. واجبي كان كأم وكجدة أنه وأنا مع سيدات اللي عم يشتغلوا معي أنه ننقذ الوطن ونكون مثل ما بيقول المثل البحصة الصغيرة اللي بتسند هالجرة الزير الكبير اللي اسمه سوريا. فحسينا أنه لازم نستمر بالعمل، نشطنا على كذا محور، نحن الحكومة ودولتنا والجهاز الحكومي كلها ما عم يأثر أبداً أكيد، ولكن نحن بحرب كبيرة ودائماً المساعدة من المجتمع الأهلي بده يكون مساعدة كتير كبيرة من المجتمع الأهلي. فحسينا أنه من واجبنا أنه نضل على الأرض لحتى نكون نحن العين ونحن اليد اللي عم تساعد والعين اللي عم تشوف كل احتياجاتهم. فالحمد لله نحن استمرينا بهذا ولما زلنا، وبهالخصوص لما حسيت أنه بعد 4-5 سنين عمل على مجتمع على شريحة معينة اللي هن أسر الشهداء، حسينا أنه أسرة الشهيد بحاجة لكتير أمور، أهمها الدعم النفسي لأم الشهيد لزوجة الشهيد لأولاد الشهيد. يعني بقول لهم لكل رفقاتي بقول لهم ضمة صغيرة لابن شهيد بتعطيه دفع كتير كتير لقدام، انه هو بحضن دافئ بحضن سوريا بحضن الام الكبيرة اللي هي سوريا. طيب يعني في تطلع يبدو لديك يعني لمستقبل سوريا، يعني هل هذا الموضوع يمكن ان يتحقق من خلال مجلس الشعب؟ ما هو المشروع الذي تحمليه الى هناك؟ البرنامج الانتخابي الذي يعني تعملي على تحقيقه، هل يلامس هموم المواطن السوري اليوم؟ نرى أن هناك متطلبات كبيرة وخصوصا يعني ما أفرزته الأزمة كبير جدا، يعني هل يلامس هذا الموضوع متطلبات المواطن السوري؟ طبعا نحن اليوم لما قررنا كحكومة وكدولة وك
أنه نمارس حقنا الدستوري بإجراء انتخابات مجلس شعب بهذا الوقت بالذات بأدق مرحلة من حياة سوريا بوقت ماشي النضال السياسي والنضال العسكري مع بعض بنفس التوازي ونفس السوية. طبعا نحن 5 سنين صبر، 5 سنين حكمة، 5 سنين أمل، ما دخل اليأس قلبنا أبدا. ولكن لا ننكر، لا ننكر العدو كان هدفه كتير كبير، أكبر مما نتصور. نحن ببداية الأزمة وبداية الربيع العربي اللي اخترق الدول العربية ووصلت، وكان الهدف هي سوريا، للوهلة الأولى ما توقعنا أنه يكون مدمر لهالدرجة لسوريا. ولكن نحن منقول الضربة اللي ما بتقتلك بتقويك، فعلا نحن قوتنا هذه الضربة. وسوريا مستهدفة منذ آلاف السنين، ولكن الشعب الصامد والشعب الأبي أبدا ما بينكسر، الشعب السوري. ولكن نحن بنرجع بنقول إنه اليوم مجلس شعب، ممكن الفترة الماضية كانوا عم يمارسوا عملهم وهن بعين العاصفة. نحن كنا بعين العاصفة خلال 2012 و13 و14، بلشنا ب 2015 يصير ارتفاع بالمعنويات، ارتفاع أكبر بالانتصارات، صارت الانتصارات على مساحة الجغرافيا السورية. ممكن الإنسان الكمال لله تعالى، ممكن أنه صار بعض التقصير، ولكن ما بتصور له ذنب. الذنب أنه نحن كنا محاصرين كتير اقتصاديا واجتماعيا، مع ما في عنا كان حرية الحركة. ولكن بهي الدورة أنا بتصور إن شاء الله أملي كبير كتير بأنه نحقق اللي الأهداف اللي نحن فايتين فيها تحت قبة المجلس. يعني برأيك أنه الموضوع أن سوريا الآن يعني هي تتعافى، وبالتالي ممكن أن يكون مجلس الشعب القادم بعد وضوح الرؤية يعني يمكن أن يكون أكثر فاعلية؟ بده يكون أكثر فاعلية، بده يكون في طبعا نحن بطور تعافينا إن شاء الله. في العمار بده يبدأ العمار الفكري، العمار العمراني، إعادة نحن بنحط نصب عيوننا اليوم. وبده تكون الشريحة المستهدفة الكبيرة هي الطفل والمرأة. الطفل والمرأة هن أكثر اثنين خسروا بهالحرب. الإمرأة اللي خسرت أولادها، خسرت زوجها، خسرت أمنها وأمانها بمحافظتها، بمربى أطفالها ومسقط رأسها. طبعا هذا بحس فيه كتير لأنه أنا خسرته مرتين طبعا. فمشان هيك اليوم في لازم نحط نصب عيوننا، نحن كمواطنين طلعنا من الشعب، لازم نكون مع الشعب، من الشعب وإلى الشعب لازم نكون تحت قبة المجلس. احترام المواطن وكرامة المواطن كتير مهم، هذا من أول مبادئنا طبعا. والخطوط الحمراء اللي كل مرشح بده تكون نصب عينه هي وحدة الأرض السورية، وحدة الشعب السوري، ثقتنا بالجيش العربي السوري. ففي خطوط حمراء عنا لا يمكن نتجاوزها، وندافع عنا دفاع المستميت. اليوم نرفض التقسيم، نرفض الفدرالي، نرفض أي غازي أو أي إرهابي يكون يبقى ببلدنا. نحن عنا جيش عربي سوري عم يقاتل على مساحة الأرض. وطبعا كأعضاء مجلس شعب نحن بنكون دائما على تواصل مع كل شرائح المجتمع. طبعا كل مرشح لمحافظته تقديم الأعمال العادية، الخدمات لمحافظته هاي لازم يكون طبيعي وتحصيل حاصل. ولكن اليوم في عنا أمور، في عنا قرارات، في عنا مشاريع، في عنا مشاريع لازم ننظر بأمرها، نعيد صياغة بعض القرارات اللي بتواكب هاي المرحلة. نحن مرحلتنا كتير دقيقة في هذا سياسيا داخليا وخارجيا.
المفروض نكون قد المسؤولية. طيب يعني دائما المواطن السوري ما يشتكي من أنه يعني العلاقة بينه وبين عضو مجلس الشعب هي علاقة في فترة الانتخابات أو فترة الحملات الانتخابية فقط، ولكن يعني بعد وصول هذا المرشح إلى مجلس الشعب يكون هناك قطيعة، يعني يختفي المرشح في دهاليز مجلس الشعب كما يقول المواطنين السوريين. يعني هل هذا الموضوع يمكن أن يتغير؟ يعني هل لاحظت هذه الملاحظة أن هناك هذه الفجوة بين عضو مجلس الشعب والمرشح؟ كيف يمكن ردم هذه الفجوة؟ طبعا المعروف بكل دول العالم مو بس بسوريا، أي إنسان بيكون بموقع مسؤولية بيصير في عنده بعض الامتيازات، ولكن هذه الامتيازات لما بيجيرها لمصلحته الشخصية أكيد بده يصير في فجوة بينه وبين المواطن. ولكن اليوم إذا لاحظت المرشحين لمجلس الشعب في شريحة كتير كانت على الأرض ومن الشريحة اللي تضرروا من الحرب. اليوم في عنا أمهات شهداء تحت قبة المجلس، في عنا زوجات شهداء، في عنا أخوات شهداء، في عنا جرحى فاقدين أطراف، في عنا أهل مقطوفين. فهي الشريحة اللي بدها تدخل هلأ، إيش عم أقول لك المرحلة دقيقة جدا، اللي بدها تدخل عم تدخل معها وجع، وجع كل إنسان تعرض لهالإرهاب الأسود. فحكما بده يكون في تغيير أكيد، وهذا نحن متأكدين منه، ومتأكدين أنه هل الشريحة اللي دخلت أمثالي وأمثال أخوات الشهداء ولا أهل زوجات الشهداء بدهم يوصلوا صوتهم، لأنه هن الصوت يلي اليوم ثقة القيادة فينا أنه نحن اللي لازم نشتغل كتير على هذا الموضوع كتير. يعني ممكن كمان في ملاحظة أنه كأنه صار في معاناة مشتركة بين المرشح والمواطن، يعني عم نشوف انه حتى المرشح اصبح مهجر مثل المواطن ايضا. هناك كما لاحظت يعني من محافظة الرقم محافظة إدلب يعني، والناخبون ومرشحون مثلا في محافظات اخرى طبعا بده يجيبوا معاناة محافظتهم. يعني هذا الموضوع يمكن ان يردم الفجوة ايضا، بده يردم الفجوة. اليوم نحن في حالة كل شعب تخلص الحرب، إعادة البناء أكيد هو صعب، ولكن إعادة البناء بده يصير بسرعة، لأنه نحن بحاجة لنرجع نرجع الأمن والأمان اللي كان موجود. هلأ نحن لما بننزل طبعا نحن بحكم أنه عم نشتغل على الأرض بنشوف أصحاب المحلات، بنشوف أصحاب البائعين الجوالين، بنشوف بنوقف على الفرن، بنفوت على السوبر ماركت، بنشوف معاناتهم عم يعطونا إياها. نحن من الناس يلي عنا أضابير من المعاناة اللي مندخلها معنا تحت قبة المجلس، وبإذن الله لأنه كله حق للمواطن. أكيد كل إنسان بده يدخل تحت قبة المجلس لازم يجرد حاله من المصلحة الشخصية. في ثقة عطوك إياها القيادة، في ثقة عطاك إياها الشعب بأكمله، محافظتك كلها عطتك هي الثقة، أكيد لازم تكون بجدير بهي الثقة. وإلا أنا بتصور المفروض العمل بعد سنة المفروض يصير محاسبة لكل عضو مجلس شعب ما قدم من أول سنة خطوات إيجابية وعمل على الصعيد المجتمع ولا محافظته. طيب موضوع الوصول إلى مجلس الشعب، يعني عم نشوف أحيانا تفاوت بين المرشحين بالحملات الانتخابية، عم نشوف مرشحين مستقلين، مرشحين وراءهم أحزاب، مرشحين لديهم ملاءة مالية، على ماذا يعتمد الوصول إلى مجلس الشعب برأيك؟ هل هو على يعني قوة الحملة الانتخابية والملاءة المالية للمرشح؟ هل هو على القضية التي يحملها هذا المرشح؟ على الحزب الذي يدعم هذا المرشح؟ على ماذا؟ نحن شعب، والشعب فيه هي أصلا مستويات، ومجلس الشعب اسمه مجلس الشعب، فيحق لأي مواطن يرشح حاله لمجلس الشعب. في عنا بائعين على مستوى صاحب سوبر ماركت كمان رشح نفسه، يحق له، يحق للتاجر، يحق للمليونير، يحق لزوجة الشهيد، لا يحق لأم الشهيد، يحق. هذا مجلس شعب، ونحن بلد ديمقراطي وبلد دستوري، ونحن وفق الدستور السوري عم نشتغل. فلا يمنع أنه أي إنسان هو بيحق له يمارس
حملته الانتخابية كما يرى مناسب وضمن معايير. طبعا احنا ما عم نقول انه يبذخ بالمال، لا، هذا المال اللي بده يبذخ فيه ويفتح المضافات، لا، في ناس اولى من انه المصاريف اللي بنعملها بنعطيها لناس نتبرع فيها، ناس اولى فيها وبحاجه اكثر. طيب، يعني الانتخابات الان كما نلاحظ وكما نعرف انها تقوم في ظل ظروف انتخاب، ظروف استثنائيه، هناك نازحون، مهجرون، هناك انتقادات لموضوع إجراء الانتخابات في هذا الوقت سواء من المعارضة أو من أطراف دولية. أنتم كمرشحين يعني كيف تردون على هذه الانتقادات؟ كيف ترون الأمر؟ هل ظاهرة صحية إقامة الانتخابات حاليا في ظل الظروف التي تشهدها سوريا؟ الجمهورية العربية السورية بلد فيها دستور، فيها قوانين، ونحن تحت القانون ونمارس حقنا الدستوري اللي أعطانا إياه الدستور. أي تغيير بوقت إجراء الانتخابات نحن طبعا نرفضه، أكيد لا، لأنه هذا ضمن الدستور. نحن ماشيين الدستور، نحن منقول دائما أي دستور بالعالم ممكن نعدل فيه ولكن لن نخترقه أبدا، ولن نسمح أنه أي إنسان من الخارج يعدل أو يكون له دور بخرق الدستور تبعنا. طبعا بهذا الوقت إجراء الانتخابات ضرورة ملحة، وعدم تغيير الوقت كمان ضرورة ملحة، حتى نبين للعالم كله أنه نحن بلدنا صحيح تعرضت للإرهاب ولكن حياتنا ماشية بنفس الوتيرة وبنفس الرتابة وبنفس مع كل الحرب الكبيرة والدمار والفقدان اللي عايشين فيه أهالينا. ولكن نحن دولة مؤسسات، دولة ذات سيادة. منذ بداية الحرب من 2011 ل 2016 نحن مثل قبل الأزمة ماشيين مسائلين على حدا، لأنه نحن أصحاب حق، وصاحب الحق هو اللي بده يوصل بالنهاية. طبعا الناس المعارضة، مو المعارضة اللي بيقولوا عليها المعتدلة، لا، المعارضة اللي بدهم دمار سوريا واللي دعوا أمريكا وإسرائيل يضربوا سوريا، طبعا نحن هدول لن نتقبلهم أكيد أكيد. كل من حاول يمس بسيادة سوريا كمان لن نتقبلهم. ولكن هناك معارضة نحن برأينا المعتدلة يلي طلعت برات البلد لأهداف هن برأيهم لمصلحة سوريا، نحن على استعداد أنه نحاور كل من يقبل الحوار معنا. نحن قبلناهم، هن المفروض يقبلونا. نحن بالنتيجة أولاد شعب واحد، وسوريا أصلا سوريا فتحت زراعيها لكل الأخوان العرب لما احتاجوا لمساعدة. فنحن من باب أولى كشعب سوري نكون نرجع نحضن بعضنا ونسلم على بعضنا ونقعد على طاولة الحوار لحتى نقبل ونرجع نصلح ما أفسدوه العالم الغربي ولا العالم المتصهين. أنا بدي أقول يعني أريد أن أسألك عن موضوع يعني آخر، وهو يتعلق بمحافظتك يعني التي تنحدرين منها، أو المنطقة. أنت من الجولان ومحافظة القنيطرة، ولهذه المحافظة يعني رمزية لدى السوريين، هي كانت محتلة وتحررت من الاحتلال الإسرائيلي، وأكيد أنت عاصرت هذا الموضوع. الآن هي يبدو كما أيضا هناك احتلال من نوع آخر. كيف ترين مستقبل يعني القنيطرة ومستقبل سوريا يعني بعد هذه الهجمة التكفيرية يعني اللي صارت على المنطقة؟ طبعا العدو واحد، العدو اللي خلاني انزح من محافظتي بسنة 67 هو نفس العدو يلي خلى كل أبناء محافظات سوريا ينزحوا ويجوا، ولكن أجونا العدو الصهيوني، إجانا بلبوس آخر وهو الإرهاب التكفيري الوهابي يلي سيطر على عقول بعض العالم بهالمحافظات هاي، لحتى كانوا في بعض منهم بيئة حاضنة لإلهم. طبعا نحن بجهود جيشنا العربي السوري نحن قادرين انه نرجع نسترجع كل شبر
دنسوا الإرهاب وتطهير كل شبر دنسوا الإرهاب التكفيري. بحكم أني أنا من محافظة الأردنيتال طبعاً سبق حكيت لك أنه هذا موضوع كتير كتير دقيق وكتير محافظة نيترا إلى خصوصية بالنسبة لكل محافظات سوريا قربة لفلسطين واحتلالها لأكثر من منطقة. نحن استرجعنا بحرب 73 حرب تشرين تحريرية تقريبا 3 أرباع القرى و 3 أرباع المحافظة نيترا، ولكن بعد ب 2011 و2012 بخلال هالحرب الإرهاب هذا اللي دخل على سوريا رجعوا اجونا بلبوس وبإرهاب أكبر اللي اسمه داعش ولا جبهة النصرة ولا الجيش الحر دخلوا ورجعوا، ولكن نحن قادرين. تغيرت الأسماء والعدو واحد، تغيرت الأسماء والعدو واحد، ولكن اليوم بحكم أنه في عنا جيش عم يقاتل على أرض المحافظة وعنا قوات رديفة عم تشتغل مع الجيشنا العربي السوري قادرين أكيد بصمودهم وبسالتهم وقوتهم أنه يسترجعوا ويرجعوا ترجع محررة، نرجع نرفع العلم السوري بساحة القنيطرة مطرح ما رفع القائد الخالد حافظ الأسد يوم حررنا القنيطرة إن شاء الله. طيب سيدة جانسيت، يعني في نهاية هذا اللقاء، يعني إذا أردت أن توجهي رسالة للسوريين لكي ينتخبوا في 13 من هذا الشهر، ماذا تقولين لهم ولماذا عليهم الذهاب إلى صناديق الاقتراع؟ كل مواطن سوري عليه واجب مواطنته، فمثل ما قلنا حق على الحكومة نحن كمان قلن حق كمان نحن نكون نمارس هذا الحق بكل أمانة وأخلاص وشفافية. اليوم بدي أقول صوتك هو أمنك هو أمانك. اليوم بدي أقول لهم للشعب السوري كل صوت بتحطوه بصناديق الاقتراع هي رصاصة في صدر الإرهاب، هي رصاصة في كل لصدر كل إنسان وقف ضد سوريا وساهم بهي الحرب المدمرة على سوريا. بدنا نقول لهم صوتكم هو أمل سوريا، صوتكم هو اللي بده ينقذ سوريا ويجعلها سوريا الأجمل، سوريا الأحلى، سوريا يلي اليوم هي كانت بالنسبة للكرة الأرضية بجوز هالقد، ولكن الكرة الأرضية كلها صارت هالقد وسوريا صارت بحجم الكرة الأرضية. كونوا على ثقة بأنه سوريا تجاوز مرحلة الخطر، كونوا على ثقة أنه سوريا ستعود أفضل وأحلى وأجمل مما سبق. أنا ما بدي أقول ترجع سوريا مثل قبل، ما في شيء بيرجع مثل قبل. إحنا شبابنا اللي فقدناهم ولا الدمار اللي صار ولا كله لا ما رح يرجع مثل قبل، ولكن ستعود أحلى بحجم الوجع والدمار. سوريا أحلى إن شاء الله. يعني مع هذه الأمنية أتمنى أن تعود سوريا أجمل مما كانت بأهمة وجهود إن شاء الله أيضا أعضاء مجلس الشعب القادمين. وبهذا هذا اللقاء طبعا أنا شكر جزيل لك سيدة جانسيت قازان وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا شكرا لمحطتكم بلادي، أحلى كلمة بالعالم هي بلادي، فشكرا لكم شكرا لجهودكم. شكرا الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا. لازلنا متواصلين معكم مشاهدينا في تغطية أجواء الحملات الانتخابية. فبعد أن أعلنت قوائم الوحدة الوطنية يبدو أن المنافسة الآن تحتدم بين المستقلين، وللاطلاع على البرامج الانتخابية والأجواء التي ترافق الحملات الانتخابية يسرنا أن نلتقي بأحد المرشحين المستقلين عن محافظة دمشق السيد إيهاب فوز الحاوي. نرحب فيك أستاذ إيهاب. أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا وسهلا. أهلا تفضل أستاذ إيهاب. يعني أول سؤال يخطر بالبال هو ما دوافع ترشحك إلى مجلس الشعب؟ ما المشروع الجديد الذي تحمله والذي يمكن أن يلامس أولويات المواطن السوري؟ بالنسبة للأزمة اللي صارت بالبلد وشفنا للأسف مجلس الشعب السابق ما عمل أي تحرك أي أنجاز، بالرغم من أنه المواطنين عندهم معاناة كتير كبيرة،
كان سبب كتير رئيسي ودافع قوي جدا للترشح لهي الانتخابات، بالتحديد هاي الانتخابات. هاي الانتخابات لها أهمية كتير كبيرة حتكون. يعني برأيك أستاذ إيهاب، ما هي أولويات المواطن السوري؟ يعني ما الهم الذي يشغل المواطن السوري الآن؟ وهل برنامجك الانتخابي لامس هذا الهم؟ طبعا المواطن السوري خلال الأزمة عنده مشكلة رئيسية هي الوضع الاقتصادي اللي عم نمرق فيه، وهذا شيء طبيعي لبلد صار له 5 سنين بحالة حرب أنه يصير فيها وضع اقتصادي مثل ما صاير عنا. برجع بقول لك أنه ما حدا من مجلس الشعب السابق جرب لو بحلول بسيطة لو بأي شيء يعملوا للشعب بما يختص بالوضع الاقتصادي يلي المواطن السوري يعني صراحة وصل لمرحلة هلأ كتير صعبة. فمنتمنى بوصولنا للمجلس هي من الأولويات، وعنا أولوية تانية يلي هي أهالي الشهداء، هيدا كمان موضوع رئيسي من حملتنا الانتخابية. بتعرف أهالي الشهداء قدموا أشياء غالية كتير للوطن، فبيستحقوا أنه نهتم فيهم، نعمل لهم مشاريع يعيشوا عيشة كريمة من وراها. واللي عملوه هني هو سبب بقائنا هلأ بصراحة يعني. فهيدي الأمور من الضروري نهتم فيها. طيب أستاذ إيهاب، يعني مثل ما شايفين بالحملات الانتخابية أو أعداد كبيرة أيضا من المرشحين نزلوا للانتخابات، كيف تفسر هذا العدد الهائل؟ يعني أكثر من 11 ألف مرشح يعني يخوضون هذه الانتخابات، هل هي ظاهرة صحية؟ يعني ما دلالتها؟ هني ما عادوا 11 ألف هلا، يعني في مرشحين انسحبوا، العدد اللي بقى نقص من أي مواطن سوري له حق يترشح، وهذا كان مفتوح قدام كل الشعب السوري اللي بيشوف عنده الكفاءة والقدرة إنه يقدر يعمل شيء للبلد بعد الأزمة اللي نحن فيها، فمن حقه يترشح ومن حقه يوصل ومن حقه يحسن إذا بيقدر يحسن، وهذا اللي بدنا إياه. يعني برأيك ظاهرة صحية؟ طبعا. جميل. طيب يعني الوصول إلى مجلس الشعب على ماذا يعتمد برأيك؟ هل يعتمد على القضية أو البرنامج الانتخابي الذي يطرحه المرشح، أم يعتمد على يعني قوة الحملة الانتخابية والملاءة المالية للمرشح، أم على الداعمين لهذا المرشح سواء كانت أحزاب أم قوائم، أم يعني برأيك ما هو الأساس في هذا الموضوع؟ هلأ بالنسبة لمجالس الشعب السابقة، الحملة الانتخابية والضخمة اللي كانت تصير كان لها سبب كبير، إنما تحديدا هاي الدورة المواطن عم بيفتش عن الأشخاص اللي جاي بقى تعمل له شيء، تعمل له تغيير. هالمرة ما رح يزبط الحملة الانتخابية الكبيرة واللي كان عم بيصير قبل. هلأ تحديدا مثل ما قلت لك هاي الدورة العالم متمنية تشوف أشخاص فعلا جاي تشتغل للبلد. طيب يعني الانتخابات الحالية يعني تتم في ظروف هي استثنائية، كما نعرف نحن الآن في سوريا في حالة أزمة تعصف بالبلاد منذ 5 سنوات، هناك انتقادات من قبل المعارضة، من قبل أطراف خارجية، حتى من قبل يعني معارضة في الداخل أيضا، بعض المعارضة في الداخل لإجراء الانتخابات في هذا التوقيت. يعني أنت يعني رشحت نفسك لهذه الانتخابات، بالتأكيد أنت مقتنع بصحة الانتخابات في هذا الوقت، يعني رؤيتك لهذا الموضوع وكيف ترد على يعني موضوع الانتقادات لإجراء الانتخابات في هذا الوقت؟ إذا بتسمح لي أول شيء بس عندي اعتراض صغير على شيء مرق بسؤالك، المعارضة. أنا ما بعترف بشيء اسمه معارضة، هيدول متآمرين كانوا على البلد، هاي خلينا نقوم متفقين عليه. بالنسبة للانتخابات بهيدا التوقيت هيدا إنجاز مهم جدا صار للبلد، فرجينا العالم كله بلدنا عنده قرار حر ومستقل وما حدا بيقدر يضغط علينا بشيء، وإن شاء الله قريباً
قريبا كتير صارت الأزمة على نهاياتها يعني صارت إن شاء الله. بس للتوضيح يعني هل نعم. تعترض على موضوع فكرة المعارضة أم على بعض بعض المعارضة؟ لا لا, لا, لا أنت مش على الموضوع. أنت سوف يعني ممكن أن تدخل برلمان وهذا البرلمان يحتوي معارضة وموالاة؟ معلش معلش فكرة معارضة من الأساس ما بعترف فيها ولا موجودة أصلا. في مؤامرة كانت على البلد والكل هلأ صار واضح عند الجميع أن هاي مؤامرة على هاي البلد. فما في معارضة. معارضة شو؟ أي معارضة؟ معارضة اللي قعدت لي بأوتيلات خمس نجوم؟ لا, ولكن هناك هناك بعض الأحزاب السياسية يعني هي التي تنحو نحو المعارضة, يعني إنه على أساس أن المعارضة ظاهرة صحية تقوم السلطة. يعني في أي دولة في العالم هناك معارضة وهناك سلطة حاكمة؟ لما تكون معارضة موضوع تاني. اللي صار بالبلد جماعات إرهابية عم بتدمر البلد ودمرت اقتصاد البلد. معلش إذا تسمح لي أضطر إلى نقطة. هلأ كل شيء تدمر بالبلد وراح, معلش كله بيرجع بيتعوض. بس للأسف على شغلة واحدة, شهدائنا اللي راحوا هيدول ما في شيء بالعالم بيعوض لنا هني. فلهالسبب هيدا ما بتقدر تسميهم معارضة. المعارضة ما بتدمر بلدها, ما بتقتل أولاد بلدها. المعارضة بتطلع بتناقش بأمور بطلبات. والسيد الرئيس من بداية الأزمة قال لهم تفضلوا وبلش بإصلاحات, واللي تبين أنه مش هيدا هو الموضوع. الموضوع طلع أكبر من هيك بكتير. فلذلك بقول لك ما في معارضة, في متآمرين على سوريا. طيب كيف تتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة في 13 من هذا الشهر؟ للأسف بحكم جولاتنا مع العالم والتعرف عليهم, وأكترية العالم يعني عنده اعتراض على التصويت لسبب ما شافوا شيء من مجلس الشعب السابق, فخايفين يجيهم نفس التجربة فما بدهم يفوتوا فيها. إنما أنا بتمنى أوجه لهم رسالة لشعبنا العظيم, نزلوا على الانتخابات, انتخبوا وجوه جديدة. كل وجوه جديدة اللي جاية فعلا جاية بدها تشتغل للبلد, وخاصة بعد الأزمة الكبيرة اللي مرقنا فيها. عنا شغل كتير, بلدنا بحاجة لشغل كبير كبير كتير بدها إياه. فإن شاء الله ينزلوا ينتخبوا الأشخاص اللي بيستحقوا يجوا على مجلس الشعب. أستاذ إيهاب, إذا أردت توجيه رسالة للسوريين لكي ينزلوا في 13 من هذا الشهر وينتخبوا مرشحيهم إلى مجلس الشعب, يعني ما الرسالة التي توجهها؟ ولماذا برأيك على السوريين أن ينزلوا إلى صناديق الاقتراع؟ طبعا نتمنى من كافة الشعب السوري تحديدا بهاي الانتخابات أنه ينزل ويقترع بكثافة لعدة أسباب. السبب الأول بدنا نفرج العالم كله عن الديمقراطية الحقيقية اللي موجودة عنا بالبلد. السبب الثاني عدم الاقتراع أو عدم إجراء كان الانتخابات كان ما إلى غير بديل واحد, هو الفكر التكفيري والإرهابي أنه يسلك طريقه لبلدنا أكثر ما هو سالك فيها يعني. فنحن بدنا نفرج الكل, نحن بنرفض كل اللي عم بيصير وبدنا ننتخب أشخاص مقتنعين فيهم. طبعا مقتنعين فيهم من بعد ما عم بيشوفونا وعم نحكي نحن وياهم, عم نسمع مشاكلهم. اللي إن شاء الله إذا وصلنا للمجلس كل جهدنا بده ينصب على حلول مشاكل المواطن السوري يلي عانى منها من جراء الأزمة الكبيرة اللي مرقنا فيها. والله يقدرنا إذا وصلنا أنه نساوي كل اللي بيطلع بإيدنا إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق وشكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم, يعطيكم شكرا. الأعزاء المشاهدون, لازلنا متواصلين معكم في برنامج من بعد, وبعد الاطلاع على آراء المواطنين والمرشحين نحاول أن نعرف الخطوط العريضة وبعض تفاصيل التحضيرات للعملية الانتخابية التي تشرف عليها اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا.
وللحديث عن الموضوع نرحب بسيادة القاضي خليل فرانسيس نائب رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات. بنرحب فيك سيادة القاضي، أهلا وسهلا فيك على شاشتنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيادة القاضي، يعني اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات من هي وما هي اختصاصاتها؟ اللجنة تشكل لجنة قضائية تسمى اللجنة القضائية العليا للانتخابات، مقرها في دمشق. يقوم بتسمية هذه اللجنة مجلس القضاء الأعلى من 7 قضاة مستشارين في محكمة النقض. مدة اللجنة 4 سنوات غير قابلة للعزل، وتمارس هذه اللجنة عملها بكل حيادية واستقلال وشفافية. جميل جدا. طيب، يعني نرى أن يعني عدد المرشحين هو عدد كبير جدا، حوالي 11,000 مرشح. يعني هذا العدد الكبير في ظل الوضع الاستثنائي على ماذا يدل، وكيف ينعكس يعني هذا العبء الكبير على يعني الجهد الذي سوف تتحمله الهيئة العليا أو اللجنة العليا القضائية للانتخابات؟ العدد الكبير للمترشحين يدل على تحدي وصمود الشعب السوري في مواجهة هذه المؤامرة الكونية التي تشن على الشعب السوري. والدليل الآخر هو الحس الوطني لدى المواطن السوري في إنجاح الاستحقاق الدستوري بتاريخه المحدد، وهذا العدد لا يشكل أي عبء على اللجنة القضائية العليا. طيب، الآلية التي اعتمدتها اللجنة القضائية العليا في قبول أو رفض طلبات الترشيح؟ بالنسبة لطلبات الترشيح، طلبات الترشيح تقدم للجان تشكلها اللجنة القضائية العليا. تقدم هذه الطلبات الترشيح لتلك اللجان ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات. وهذه اللجان، لجان الترشيح، تبت في هذه الطلبات خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب. ومن يرفض طلبه له حق الاعتراض أمام اللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية التي تتبع لها هذه اللجنة. آلية القبول والرفض تتم حسب الشروط التي تتوفر في المرشح، لأن هناك في شروط للمرشح يجب أن تتوفر فيه ومحددة بقانون الانتخابات، وهو تعلم أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ أكثر من 10 سنوات بتاريخ تقديم الطلب، أن يكون غير محروم من حق الانتخاب، أن يكون غير محروم من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، أن يتم 25 من عمره، أن يكون ناخب في المنطقة التي يتقدم إليها في الدائرة الانتخابية، غير محكوم بجرم جناية أو جنحة شائنة. هذه الشروط، ضمن هذه الشروط تنظر اللجنة الترشيح بالنسبة للمرشح ضمن هذه الشروط، من تتوفر فيه هذه الشروط يعد مقبولا، وإذا لم تبت لجنة الترشيح خلال المدة المحددة لها فيعد مقبولا. ومن لم يقبل في لائحة المقبولين التي تصدرها لجنة الترشيح له حق الاعتراض أمام اللجنة الفرعية بالمحافظة، وقرار اللجنة الفرعية بالمحافظة هو قرار مبرم. طيب، يعني حق الاعتراض، علمنا أن هناك تمت بعض الاعتراضات من قبل المرشحين، ما نوع هذه الاعتراضات؟ كم عددها؟ حول ماذا تدور؟ بالنسبة للاعتراضات، نحن هذه الاعتراضات تقدم للجنة الفرعية بكل دائرة انتخابية بكل محافظة، ولم يرد إلينا أي اعتراض تقدم للجان الفرعية بالمحافظات، واللجان الفرعية هي التي تبت بتلك الاعتراضات وقرارها مبرم، يعني قرار اللجنة الفرعية مبرم، ما بينطعن فيه أمامنا حتى نحن نشرف على هذه الاعتراضات. طيب، القانون وضع شروط وتعليمات تتعلق بسير الحملات الانتخابية، كيف رأيتم التزام المرشحين بها؟ يعني مثلا في موضوع الدعاية الانتخابية هناك شكاوى يبدو بهذا الخصوص، يعني حيث موضوع تخريب المظهر العام، يعني أشياء من هذا القبيل. بالنسبة للدعاية الانتخابية، القانون أوجب على المرشحين الالتزام بعدة شروط. أول شرط بالنسبة للمرشح عدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التعرض لحرمة حياتهم الخاصة، هذا أول شرط. الشرط الثاني بالنسبة للدعاية الانتخابية هو المحافظة على الوحدة الوطنية، عدم تضمين الدعاية
أي دلالة طائفية أو مذهبية أو إثنية أو قبلية. ما بيجوز اللي بده يعمل دعاية للمرشح أنه ضمن دعايته أي شيء من هذه الدلالات. اثنين، عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام والأداب العامة. عدم لصق الصور والبيانات خارج الأماكن المخصصة لها. في شرط خامس، طبعا هو مو شرط بس هذا يكون في موضوع الاجتماعات الذي يرغب المرشح بعقد تلك الاجتماعات من أجل الدعاية لترشحه. هذه الاجتماعات يجب أن تكون بعيدة عن المشافي، ولا يجوز أن تكون هذه الاجتماعات في دور العبادة. هذا بالنسبة للالتزامات. اثنين، عفوا، بالنسبة للالتزامات ما بيجوز المرشح يمول الحملة الانتخابية بمال خارجي. مفروض يمول هذه الحملة من ماله الخاص. وبالنسبة للأحزاب يجب أن يكون تمويل هذه الحملة من الأمور المالية الخاصة بالحزب. نعم. طيب سيادة القاضي، يعني كما نعرف أن سوريا لا زالت في وضع أزمة، هذه الأزمة رتبت تداعيات معينة، هناك مهجرون نازحون وغير ذلك من المشاكل. هؤلاء يعني هل بإمكانهم أن يصوتوا؟ هل سيصوتوا؟ هل بإمكانهم الترشح؟ يعني ما هي الإجراءات بهذا الخصوص؟ نحن في عندنا عدة محافظات ساخنة مثل دير الزور، مثل درعا، مثل حلب، مثل مناطق حلب، وفي عندنا مناطق خارج سيطرة الحكومة عليها. بالنسبة لتلك المناطق نحن راعينا تواجد الأخوة المواطنين عفوا من تلك المحافظات، وشكلنا لجان ترشيح ومراكز انتخابية لهم بحيث لا يحرم أي مواطن من تلك المحافظات الساخنة من حقه بالترشح أو الانتخاب. هذا بالنسبة للنازحين. بالنسبة للاجئين، اللاجئ هو من هو موجود خارج سوريا، ولا يوجد مراكز انتخابية لهم، لأن القانون لم ينص على إيجاد مراكز انتخابية للاجئين المتواجدين خارج سوريا من أجل انتخاب عضوية مجلس الشعب. يعني على من يريد الانتخاب أن يأتي إلى سوريا. سوريا. نعم. طيب المناطق والمحافظات خارج سيطرة الحكومة السورية، يعني كما تفضل، يعني هل يعتبر تقديم المرشحين عنها في مناطق بديلة حلا ناجحا؟ ما عدد هؤلاء الممثلين عن محافظات مثلا كالرقة التي ترزح تحت سيطرة داعش، كأدلب أيضا التي هي تحت سيطرة جبهة النصرة؟ محافظة الرقة ومحافظة أدلب، هاتين المحافظتين خارج سلطة الحكومة السورية. فتم تشكيل لجنة فرعية بالنسبة لأدلب وبالنسبة للرقة في مدينة حماة، هاي لجنة فرعية. كما تم تشكيل لجان ترشيح لتلك المحافظتين. بالنسبة لمحافظة إدلب تم تشكيل لجنة ترشيح بدمشق، لجنة ترشيح بحماة، لجنة ترشيح باللاذقية، لجنة ترشيح بحلب، لجنة ترشيح بطرطوس. بالنسبة لمحافظة الرقة أيضا كمان تم تعيين لجنة ترشيح بدمشق ولجنة ترشيح في اللاذقية ولجنة ترشيح في طرطوس ولجنة ترشيح في الحسكة، بحيث لا يحرم أي مواطن من تلك المحافظات من حقه بالترشح أو الانتخاب. هذا بالنسبة للمحافظات التي هي خارج سلطة الحكومة السورية. أما المحافظات الساخنة والتي هجر منها الأخوة المواطنين، شكلنا كما ذكرت لجان ترشيح ولجان فرعية بمحافظة كل محافظة. مثلا دير الزور ظلت اللجنة الفرعية بمركز دير الزور، لأنه في الحكومة في قسم من دير الزور تحت سلطة الحكومة. بالنسبة لدرعا مثلا كمان لجنة فرعية بدرعا في الأماكن المتواجدة فيها الأخوة المواطنين في درعا، شكلنا اللجنة الفرعية. طيب بالنسبة لعدد المراكز بشكل عام في عموم سوريا، عدد المرشحين، عدد المراكز بشكل عام بسوريا، بالنسبة لدمشق 1468 مركز، هذا بالنسبة لدمشق. بالنسبة لريف دمشق 856 مركز. بالنسبة لدمشق في عدد مراكز للمحافظات الثانية كمان شكلنا شيء 540 مركز انتخابي،
وبريف دمشق كمان في 17 لدرعة وفي 14 لدير الزور. بالنسبة لحلب في 279 مركز انتخابي. مناطق حلب 293، إدلب 130 مركز انتخابي، حمص 645، حماة 741، اللاذقية 590 مركز انتخابي، طرطوس 782، دير الزور 20 مركز انتخابي، الحسكة 365، الرقة 30 مركز، درعة 88، السويدة 34، القنيطرة 110، عفوا السويدة 347، القنيطرة 110. هاي بالنسبة للمراكز الانتخابية. بالنسبة لعدد المرشحين النهائي لحد هذا التاريخ لم يصلنا جدول عدد المرشحين في كل محافظة، والسبب هو يوم الأمس تنتهي انسحاب المرشحين، مع لم يعد يجوز لأي مرشح انسحاب قبل أسبوع من تاريخ الانتخاب. طيب سيادة القاضي، يعني المفاوضات التي أو المباحثات السياسية التي كان مزمع عقدها في جنيف في 9 من الشهر، يبدو أنها تأجلت إلى 13 من هذا الشهر موعد الانتخابات، ما دلالة ذلك برأيك؟ ونحن نعرف أيضا أن هناك من الوفد السوري المفاوض 5 أعضاء هم يعني مشاركين في هذه الانتخابات أيضا. الوفد السوري ابتداء طلب تأجيل هذا التاريخ من أجل الانتخابات الجارية في سوريا في 13/4/2016، وقد استجيب لطلب الوفد السوري، وهذا من حقه، من حق الوفد السوري أن يمارس الانتخاب مثل أي مواطن سوري، فكانت هناك في استجابة لهذا الطلب. يعني إذا كان من هناك كلمة أخيرة تحب أن تضيفها، يعني بالنسبة لسير العملية الانتخابية، بالنسبة للسوريين المشاركين الذين سوف يشاركوا في 13 من هذا الشهر في هذه العملية، يعني أترك المجال لك. نتمنى على كل مواطن سوري أن يمارس حقه في الانتخاب، أما بالنسبة لجهة حقه بالترشح انتهى، أما أن يمارس حقه في الانتخاب وممارسة هذا الحق باختيار ممثليه في مجلس الشعب يكون له صدى وتأثير كبير بالنسبة لهذه المؤسسة، لأنه مجلس الشعب هو مؤسسة تشريعية من مؤسسات الدولة، فهذا الحق يجب أن يمارسه أي مواطن مقيم على أراضي الجمهورية العربية السورية، وهو ما يضمن مستقبل سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها وسيادتها. طبعا في نهاية هذا اللقاء شكر جزيل لك سيادة القاضي خليل فرانسيس نائب رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، شكرا جزيلا على هذه المعلومات وعلى الاستضافة. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. وأنتم أعزائي المشاهدين الشكر جزيل لكم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، نترككم الآن برعاية الله.